السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. ملخص مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا ويصلكم كل جديد. انتهى ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا بالتعادل بين برشلونة وريال مدريد بهدف لكل فريق في كامب نو، ليتأجل الحسم لموقعة سانتياغو برنابيو. ويستضيف سانتياغو برنابيو موقعة الإياب بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 27 من شهر فبراير الجاري. وشهدت المباراة مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة وصانع ألعاب بديلا في شوط المباراة الثاني، وتحديدا في الدقيقة 63، وذلك بعدما تواجد ضمن القائمة بعد اكتمال شفائه قبل المباراة. وافتتح لوكاس فاسكيز أهداف المباراة لصالح ريال مدريد في الدقيقة 6 من أحداث المباراة، وتعادل لبرشلونة مهاجمه مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 57 من أحداث المباراة. أما عن تفاصيل المباراة، بداية قوية من جانب ريال مدريد وأول فرصة المباراة عن طريق الألماني توني كروز بتسديدة قوية، لكن حارس برشلونة يبعد الكرة وينقذ مرماه في الدقيقة 4. أما في الدقيقة 6 فيفتتح ريال مدريد أهداف المباراة بملعب كامب نو عن طريق لوكاس فاسكيز، وصنع له الهدف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في هجمة رائعة للملكي. بدأ برشلونة في الاستحواذ على الكرة والضغط بكل قوة على ريال مدريد من أجل إدراك هدف التعادل بشكل سريع وسط تماسك لخط دفاع ريال مدريد وإبعاد جميع المحاولات. وحصل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومدافعه على أول بطاقة صفراء في المباراة بالدقيقة 10 بعد احتكاك مع سميدو لاعب برشلونة. وفشل فينيسيوس في الدقيقة 17 من استغلال هجمة مرتدة لريال مدريد، وذهبت تسديدته لركلة الركنية بعد أن اصطدمت بجيرارد بيكي مدافع برشلونة لتضيع فرصة الريال في إحراز هدف ثاني. واصل فريق برشلونة استحواذه وضغطه أملا في إدراك هدف التعادل، لكن جميع المحاولات تفشل أمام مرمى ريال مدريد، وأنقذ فران ريال مدريد من هدف محقق لبرشلونة عن طريق مالكوم في الدقيقة 30. وأنقذت العارضة فريق ريال مدريد من هدف محقق لبرشلونة عن طريق ضربة رأس من راكيتش في الدقيقة 32، وتذهب الهجمة بعد ذلك مرتدة لريال مدريد، لكن تنتهي بتسديدة بعيدة من فينيسيوس. وفي الدقيقة 35 قام مالكوم بعدد من المراوغات لمدافع ريال مدريد، ووصلت الكرة لسواريز الذي سددها قوية، لكن نافاس يبعد الكرة ببراعة وينقذ مرماه من فرصة هدف لبرشلونة. في الدقيقة 52 أول محاولات الشوط الثاني من المباراة، وكانت عن طريق برشلونة عندما سدد البرازيلي كونتينو الكرة، لكن مرت أعلى عارضة ريال مدريد وحصل البرازيلي مارسيلو على بطاقة صفراء في الدقيقة 56. وفي الدقيقة 58 سجل مالكوم هدف التعادل لصالح برشلونة بعدما أبعد نافاس الكرة من أمام ألبا، وتابع كونتينو الكرة وسددها لكنها اصطدمت بالقائم لتذهب إلى مالكو الذي أسكنها في شباك الريال. وأهدر ريال مدريد فرصة هدف محقق في الدقيقة 80 من أحداث المباراة بعدما فشل جاريث بيل من استغلال الفرصة بالشكل الأمثل لتذهب لركلة الركنية للفريق الملكي. وفي الدقيقة 82 هجمة جديدة لصالح برشلونة تذهب لميسي داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، لكنها تذهب سهلة في يد نافاس حارس ريال مدريد. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.